السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للمتتبعين ديالي الأعزاء، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو كنقول لكم رمضان مبارك سعيد علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. نطلبوا من سيدي ربي يدخلوا علينا وعليكم الصحة والهنا وطول العمر وباش ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي. كيف كتلاحظوا الفيديو ديالنا ديال اليوم ديال الشباكية، اذا على بركة الله. اول حاجة هو عندنا العسل اللي حضرنا، وسبق لينا حط الفيديو ديال طريقة تحضير العسل في البيت، كيجي رائع. كنتمنى انه تشوفوا الفيديو ديال العسل ان شاء الله حتى هو. اذا على بركة الله. عندنا كيلو 300 غرام ديال الدقيق الفورس، وعندنا 150 غرام ديال اللوز مطحون ما مقليش، اللوز خضر وما مقشرش. عندنا 150 غرام ديال الجنجلان محمر ومطحون مزيان، مهم يكونوا مطحونين هاد الجوج مزيان باش ما يقطعش لينا الشباكيه ديالنا. عندنا معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، معلقه كبيره ديال القرفه، ومعلقه كبيره ديال النافع. عندنا 150 غرام ديال الزبده مارغرين، عندنا شويه ديال الملحه، شويه ديال ملون غذائي ولا الزعفران، عندنا واحد نص معلقه ديال السكر سنيده، الجوزه ونص جوزه محكوكه، شويه ديال المسكه الحره مدقوقه وضفت عليها واحد راس المعلقه ديال الخميره ديال الحلوه، عندنا الزعفران شعره، عندنا واحد تقريبا نص كاس ديال الزيت بين الزيت البلدية والزيت الرومية، تقريبا واحد 120 مليلتر ديال الزيت تقريبا. عندنا قرعة ديال الماء الزهر، وشوية الخل وبيضة وزنجلان للتزيين والعسل بطبيعة الحال والزيت ديال القلي. إذن على بركة الله. اول حاجه غنحطوا الزبده ديالنا الذوب، وغنديروا معها هذيك نص كاس ديال الزيت اللي قلنا مخلطه بين الزيت البلديه والزيت الروميه، نديروا هاد الدفه باش تسهل لينا في التخلاط. غادي نديروا داك كيلو و 300 غرام ديال الدقيق الفورس، نضيفوا عليه الزنجلان المطحون المحمر ومطحون، وعندنا اللوز اللي قلنا خضر بالقشور ديالو طحناه مزيان، حبه حلاوه والنافع والقرفه حتى هما يكونوا مطحونين مزيان ومغربلين باش ما يقطعوش لينا الحلوه ديال الشباكيه ديالنا. نحاولوا نخلطوا المكونات كامل باش ما يعذبوناش ملي غنديروا السوائل، ما تبقاش المكونات، المهم بحال اللوز والزنجلان والمواد الاخرين في جهه والدقيق في جهه. نحاولوا نرملوا الدقيق ديالنا حتى كيف يندمجوا مزيان، عاد كنديروا السوائل. بهذه الطريقة حتى كنتأكدوا أن داك المكونات كامل اندمجوا. تقدروا تاخذوا شي غربال وتغربلوه باش تأكدوا أن داك اللوز والزنجلان مخلطين مزيان، أولا تكتفوا بحال هكا كانت. ناخذ الماء الزهر ديالنا حتى هو غادي نضيفوه يدفى واحد شويه، الى لاحظتوا تقريبا راني درت قرعه كامله. ناخذ القوقعه ديال البيضه، المهم تقريبا بيضة صغيرة،
ناخذ القوقعه ديالها، المهم نصف القوقعه ديالها، نديرو فيها الخل، نعبرو بها الخل، اولا نفس الحجم تقريبا ديال الصفار البيض. باش ما تجيناش حامضه، بالنسبه اللي كتعجبو دوك الحموض، داك الحموضيه اللي كتكون في سميتو، يزيد الخل. انا كنكتفي بهذا القدر، تقريبا نفس الكميه ديال الصفار البيض هو المقدار اللي كان ديال الخل. هنايا غنزيد داك سميتو داك شويه ديال الملحه، ندير معاها سنيده، زعفران غنخليه من بعد، زعفران شارح حتى هو غادي نحكو، عندنا شويه ديال المسكه الحره مع الخميره ديال الحلوه، والجوزه حتى هي نص جوزه، نخلط هادوك نحطوهم بالدقيق على الدقيق، الجوزه والمسكه الحره نديروها على الدقيق، سنيده والملحه وزعفران شعره، نديرهم يدفاو شويه مع داك الخل ومع الماء ديال الزهر. وبالنسبه للزعفران غنضيفوه في الاخر، نحطهم يدفاو، وناخذ الزبده ديالي نخلطها مع المهم المكونات اللي باقي عندي، ندير صفار بيضه وندير عليها الزبده والزيت ديالنا اللي دفينا، الزبده راه ما سخوناش، غير دافيه واحد شويه غير باش تلق، وخليتها ترتاح واحد شويه، يعني تبرد واحد شويه، ما تجينيش سخونه ونضيفها على البيض غادي يطيب لي داك البيضه، المهم غير شويه تكون دافيه. نحاولوا ندخلوا كامل دوك المكونات بعضياتهم، نرملوا دوك العجينه، عاد كنضيفوا الماء ديالنا ديال ماء الزهر والخل، حتى كنتاكدوا انها اندمج داك الخليط، عاد كنضيفوا السائل اللي دفينا. وبالنسبه الى كان باقي خاصنا غادي نزيد باقي تقريبا واحد كاس ديال الماء، ولكن غنضيفوه بتدريجيه باش نشوفوا شحال غادي خصنا ديال الماء، ما غاديش نجي وندير كاس كامل على حساب الدقيق، لان انا الشباكيه ديالي انا غادي نديرها شويه قاصحه، لان الشباكيه كل ما كانت تكون قاصحه وفي نفس الوقت ما تكونش عاوتاني قاصحه، انما تكون شويه شاده في راسها، باش تجي ملي كطيب كتجي هشيشه وفتيه كتجي زوينه. انا بالنسبه ليا ما بغيتهاش تدخل العسل بزاف، داكشي علاش غادي نديرها قاصحه، لان الا كانت قاصحه ما كتشربش بزاف العسل، وفي نفس الوقت يعني داك البلايص اللي كتكون في الداخل ديالها بحال فقاعات كيكون عامرين بالعسل، بالنسبه اللي ما باغيش داك تشرب داك الكميه ديال العسل، المهم ما تكونش غنيه بزاف بالسكريات، يحاول يديرها قاصحه باش يلا كتجي العسل من فوقها وما كتدخلش لداخل، يديرها قاصحه. وبالنسبه اللي بغى الشباكيه ديالو تجي شاده العسل وعامره، يعني من الداخل كتكون فيها دوك الفقاعات عامرين بالعسل، يخلي العجينه شويه تكون يعني رطبه، ما تكونش قاصحه، تكون جاريه شويه، وفي نفس الوقت انه خصو يدير شويه يزيد في الخميره واحد شويه باش دير دوك الفقاعات، يدير شويه ديال الخميره ديال العجين، انا درت غير شويه ديال الخميره ديال الحلوه باش البنات المتتبعات ديالي المبتدئات بطبيعه الحال عفوا كنهضر عليهم، انهم ما يديروش الخميره ديال الدار، وكتنفخ لهم قبل ما يكملوا العجين ديالهم، وفاش كيجي يطيبوها كتولي منفوخه وكتولي الشكل ديالها ماشي تلهيه، احسن يديروا غير واحد شويه ديال الخميره ديال الحلوه، داكشي المهم وحده الخفه ديالو في التشباك، الا كانت الاخت اولا الشخص اللي غادي يدير الشباكيه اذا كانت يديه خفيفه في التشباك راه دغيا كيصيبها، والا كانت يديه ثقيله
فبالتالي كياخذ الوقت والعجينه كتخمر حيت كنديروها في البلاستيكه ما تقسحش وكت المهم ملي كتلق صافي ولديك العجينه كتولي مرخوفه بزاف ملي كتفاعل الخميره مع المواد اللي فيها سميتو، خصوصا حنا دايرين الخل، داكشي علاش غنديرو غير واحد شويه الخميره ديال الحلوه باش حتى الا جاب الله ما قدرناش نكملوها ولا كانت كثيره ولا المهم ما بقاتش عندنا الوقت نخدموها، اولا بغينا نخلطوها بحال هكا ونخلوها في الثلاجه ديالنا حتى الغد ليه عاد كنخدموها، ما عندها حتى شي مشكل، ما غاديش يخسر عليها والو، بالعكس عاد كتزيان ملي كترتاح وكتسميتو كتجي سميتو الشباكيه هشيشه وزوينه. هنايا غنبقى نزيد شويه بشويه من الماء حتى كنحصل على العجينه اللي قلت لكم ما تكونش جاريه، ما تكونش يعني رطبه بزاف، وفي نفس الوقت ما تكونش قاصحه بزاف. نخدموها غير شويه بشويه، نحاولوا ندمجوا كامل دوك العناصر. بالنسبه للزعفران او للملون الغذائي اللي درت غير هو غير اختياري، زعما راه ماشي ضروري في الشباكيه، اللي ما كيتعجبوش يدخل هذوك المواد الصناعيه بلا ما يديرها، انا عاده ما كنديرو غير المهم هاد المره درت واحد شويه، اما الزعفران البلدي يعني كيجي احسن، كتضيفي واحد الكميه لا باس بها كيعطيك حتى هو نفس اللون زوين. كيف كتلاحظوا راه العجينه قاسحه، كيف كتلاحظوا راه ما كان عجنهاش، يعني ندير الماء ونبقى نعجن بحال اللي كنعجنوا العجينه، غير كنبقى نخلط فيها واحد شويه بشويه حتى كتندمج مع بعضها، عاد كنعجنها واحد شويه وصافي، حيت غنكملوا العجينه في الماكينه ديال التوراق فاش كندوزوا الشباكيه ديالنا، كتسهل علينا الماموريه. باش بالنسبه اللي ما عندوش يحاول يعجنها مزيان باش ما تقطعش ليه، ولكن الا كانت عنده هذيك الماكينه ما عنده حتى مشكل. صراحه ملي كتكون قاسحه كتعذب شويه في العجينه ديالها، ولكن كتجي روعة ملي كطيب، كتجي هشيشة بحال لي بيسكوي. كتلاحظوا كندير غير واحد القطيره ديال الماء باش العجينه تلصق في اختها، كنكثرش الماء غير واحد شويه غير باش ديك العجينه تلصق في بعضها ملي كنحط العجينه على العجينه، باش حيت ما كتبغيش تلصق، كيف قلت لك كاين الزيت وكاين الزبده ما كتخليهاش تلصق وبالتالي قاصحه. هي جمعتها واحد شويه، المهم صافي غنقطعها دابا ونخليها ترتاح، من بعد نخدموها ان شاء الله. حاولوا ديرهم كويرات صغار اللي غادي تخدموا باش ما تبقاش شيت لكم العجينه. الا كتلاحظوا راه ما قاسحاش بزاف، ولكن شويه يعني ما قاسحاش بزاف وما جارياش، كتلاحظوا فاش كنبغي نجمعها كترتق العجينه، كتشقق عفوا ماشي كترتق. هنايا درت كويرات، المهم قطعتها على حساب الحجم اللي غادي نخدم،
درتها في البلاستيكه باش ما تقصحش لينا الشباكيه. اهم حاجه فيها كل ما كنخرجوا واحد الكميه كنخدموها، وداك الجناب اللي كنقطعوه ولا المهم داك البلايص اللي كيشيطوا لينا نحاولوا في ساعتها نجمعوهم ونردوهم للبلاستيكه باش ما يقصحوش. وحتى الا جاب الله قصحت لكم غير ردوها للبلاستيكه ومن بعد غادي ترطب. كنحاول نطلقها واحد شويه ونعاود نطويها. المهم كل ما كانت العجينه مورقه كتجي زوينه ملي كطيب. الا لاحظت قبيله فاش كنت كنجمعها غير كنبغي نجمعها كتشقق، دابا لا ملي خليتها واحد شويه ارتاحت ملي كندلكها صافي ما بقاتش كتشقق. نرققها غير واحد شويه باش تسهل لينا ملي نديروها في الماكينه. نعاودو نورقوها. ديروا لها السلوفان اولا، انا هنا قطعت غير البلاستيكه فاش كنت دايراها باش نغطيها. نصيب واحد الكميه لا باس بها عاد نبدا الخدمه في الماكينه. الا كتلاحظوا انني طويتها شحال من مره لانها بهذه الطريقه كتسهل. المهم بحال العائله يلا كنعجنوها حنا دابا باش تجينا ملي غادي نطيبو تجينا شي شوكه تفرتت دغيا. هذا هو السر ديالها، ملي كتجي ملي كطيب كتجي شي شوكه تفرتت انها كديري لها عده طيات، وفي نفس الوقت هي العجينه ماشي جاريه بزاف باش انها تولي بحال الخبز ملي كطيب في الزيت ولا بحال شي حلوه. المهم كتجي قاصحه وفي نفس الوقت مرمله. اذا ملي كندوزوها في الماكينه كنطلقوا الماكينه على اكبر سمك فيها. انا هنايا عندي اللي هو واحد، كاين اللي كتبدا عنده بالعكس كتكون واحد هو الرقم الرقيق. انا لا، الواحد هو الرقم اللي كيخرج العجينه غليظه، يعني جوج كيكون ارق منه والثالثه كتكون ارق منها وربعه فاش كنحبس كتكون ارق بزاف. المهم واحد والماكينه كيفاش دايره عنده، كندوز من واحد حتى لاربعه، يعني كل مره كنخرجها كان نعاود نرجليها على رقم اخر الا في حاله انني غادي نطويها وعادي نرجعها عاوتاني كنخليها في نفس السمك باش انه
مثلا كنخليها على واحد باش كنبغي نطويها عده مرات. وإلا كانت بحال هكا طويله وكت يعني كت تعكلك في الخدمه، تحاولي تقسميها على جوج ولا ثلاثه وحده. المهم تخدمي وانتي مرتاحه. نعاودها. المهم حتى كنوصل الأرق وحده اللي هي قلت لك اربعه، كاينه اللي ارق منها ولكن غتقطع. هذه اللي كتجيب الشباك هي رقم اربعه، هي اللي كتجيب يعني كتحسبي من الرقم اللي بديتي فيه اللي هو اكبر واحد، كتوصلي للرقم يعني سواء بديتي في اربعه حتى كتوصلي لواحد، او لا بديتي في خمسه حتى كتوصلي للجوج وهكذا. واحد وكيف قلت لك والماكينه كيفاش دايره، لانني شفت واحد الماكينه ماشي بحال هذه اللي عندي، كيبدا سميتو كتبدا السمك ديال العجينه فاش كتبغي دوزيها كتبدا من ستة وانت غادي كل ما حتى كتوصل لواحد هي ارق وحده. انا العكس، هذه الماكينه اللي عندي العكس. وحتى حاجه اخرى، كاين اللي كيبغي الشباكيه تجي غليظه وكاين اللي بغى الشباكه كتجي رقيقه، ولكن انا كنفضل الشباكيه ديال الدار تكون صغيره وتكون رقيقه، ديال السوق هي اللي كتكون غليظه وكتكون الحجم ديالها كبير. قلت لكم الشباكيه اللي كتشيط لينا او العجينه اللي كنقطعو في الجناب كنجمعوها في ساعتها وكنديروها في بلاستيكه باش ما تقصحش لينا، حتى الا جاب الله سهينا عليها نجمعوها ونردوها للبلاستيكه دغيا كترطب. هنا في حاله بغيتو ديروا الشباك ديال اربعه، المهم خمسه د الخيوطه كديروا اربعه د الشرطات، ولا بغيتو ديرو ديال ستة كديرو خمسة د الشرطات. اذا هذه درت فيها خمسة غتخرج ليا الطريقه ديال ستة د الطيات او لا ستة د الشروطه لا اشرطه عفوا. الطريقه ديال الشباك كنشدو واحد كنحطو يعني كنهزو واحد واحد لا حتى الاخر، كنجمعو جوج ديال الجناب اللي متقابلين وكنحطو الشباكيه ديالنا مقلوبه وكنجمعو الجناب ديالها باش ما تحلش لينا ملي كطيب بحال هكا. هذه ديال خمسه، وحده على وحده. المهم كنقزو واحد السطر وكنشدو واحد حتى كنكملو هذوك خمسه اللي عندنا وكنجمعو القناط. كناخذو الجناب المهم كنزيروهم باش ما تلقش لينا ملي كتقلى. هذا هو الشكل ديال الشباكه ديالنا. الا كتلاحظوا انا درت الحجم صغير، كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا الشباكيه اللي عندنا.
هذه ديال 6 غادي نديرو جوج خيوطة على بعضياتهم ونردو هذه اللور ونديرو عاوتاني جوج شروطة، يعني غادي تولي عندنا 3 على 3 شروطة في جهة وثلاثة شروطة في جهة. غادي نحطوها ونجمعو الجناب المتقابلين وعاد نقسمهم عاوتاني من الجهة الأخرى ونجمعو الجناب، كتعطينا حتى هي نفس الشكل. بالنسبه لي المهم يبغى يجيب القياس كامل يكونوا متقادين، ياخذ المرشمه ولا الطابع ويدير به، المهم ياخذ به العبار وعاد يبدا يقطع. بالنسبه في حاله انكم قطعتوا كميه كثيره بحال هكا اللي درت، حاولوا تغطوها باش ما تقصحش ليكم، باش حيت الا قصح تجي تجمعيها تبغي تخدميها بحال هكا كثر كتشقق العجينه، يعني ما كتشدش في الفخته فاش كنبغوا نطويها. حاولوا تغطوها باش ما تقصحش، ديك الساعه تبداو تخدموا. الا عندكم بحال هاد المشكل ديال الجراره ما كتخليش الرشمه باينه، حاولوا نعاودوا ليها. كيف كتلاحظوا هذه ديال 6 كتجي ساهله. نحاول نخدمها بين قدامكم بشويه باش البنات اللي عندهم المشكل ديال التشبك يفهموا بحالاش كنحطوها. كنحطو جوج على جوج وكنجمعوا الجناب وعاد كنقلبوها وكنجمعوا عاوتاني الجناب بحال هكا. هذه ديال 5 كنهزو وحده لا واحد، المهم حتى كنكملو هذوك 5 كنحطوها حتى هي نفس الطريقه وكنجمعو الجناب وكنضغطو عليهم واحد شويه كتعطينا نفس الشكل. كيف قلت لكم بحال هكا تعاونوا بالمرشم باش تاخذوا القياسات باش تجيكم كامل مقاده.
اذا كنتمنى تكون الفكره واضحه. كنحطو واحد ونهز واحد، كنجمعوهم وكنقلبو الشبكيه ديالنا وكنجمعو الجناب، كنضغطهم عليها وكن نحطوها بحال هكا. هادي ديال 6 كنجمعو جوج جوج بحال هكا، جوج على جوج، وكنردو دوك جوج الاخرين اللور. عاد كنحطوها وكنجمعوها، بعدين هكا كنستمرو حتى كنكملو الكميه اللي عندنا. كهاد الطريقه ديال 6 كتجي ساهله. هكذا كنستمروا حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. المهم بحال هكا، ما تخافوش عليها، واخا كتبان لكم نشفات وكتبان انها صافي يبسات، مجرد ما كنحطوها في الزيت كترجع عاوتاني كترطاب. العسل ديالنا غندفي غير واحد شويه لاني ما بغيتش تهز بزاف العسل، غير بغيت غير ودز واحد شويه في العسل. نجربوا الزيت ديالنا واش سخونه، ولكن انا هنايا في المقله سخونه بزاف، واخا انني نقص العافيه الشباكيه ما كتبغيش انها تطيب دغيا، كتبغي تطيب بالمهل، فبالتالي غادي نضطر انني نبدل المقله. المهم كنستمروا هكا، كنبقى نردوا البال للشباكيه ديالنا حتى كتحمر من جوج جوايه، وعاد كنهزوها. وخدموها غير بالمهل لانها دغيا كتفرتت، لان كيف قلت لكم كتجي ملي كتكون العجينه قاسحه وزيد دوك المكونات اللي درنا فيها راه كتجي هشيشه، مجرد ما كتحاولوا تخلطوها في العسل كتهرس. حاولوا تخدموها غير بشويه ملي كتخلطوها، المهم ملي كتقلبوها في العسل. هي كيف كتجي، كتجي زوينه غزاله. وبالنسبه للحاجه اخرى ما كندخلوش بحال دابا هاد الشبيكه باش كنهزها، ولا اي حاجه كنهزوها من الزيت ما كندخلوهاش للعسل باش ما تجيبش لينا العسل الزيت وكيتحرق وكيلصق لينا في الشباكيه، كتعطي واحد المنظر خايب، يعني كتجي فيها داك اللون الكحل في الشباكيه. حاولوا الحاجه اللي كتخدموا بها في العسل تبقى في العسل، واللي كتخدموا بها في الزيت تبقى في الزيت. كنديروا شي كسكات باش الفيض ديال العسل يهبط لتحت، ندردرو عليها شويه ديال الجنجلان. انا نهبدلت بدلت المقله لان كيف قلت لكم باش تجينا الشباكيه زوينه طايبه مزيان وبلا ما تحرق، واخده اللون ديالها، اللون ماشي حمار وانما ذهبي شويه غامق. كنديروا الزيت
سخن وعاد كنقصوا العافية على المهل تكون واطية بزاف، وكنخلوها طيب على خاطرها. كتلاحظوا داك اللون اللي كان عندها فاش كانت فوق الطبلة انها يبسات، ما بقاش عندها، كتجي كترجع بحال الا رجع فيها الروح في العجينة، كتولي عاوتاني خضراء. حاولوا ديروا الزيت بالزايد باش تغطي كامل الشباكيه، ما تعطيكمش دوك الجناب طايبين والجهه اخرى ما طايباش. بالنسبه للي ما بغيش يدير العسل ديال السكر يدير العسل الطبيعي، يدير العسل ديال النواره ديال الليمون، كيجي غزال فيها، غير ما ديروش ديال الطغموس، ديروا ديال الزعتر اولا ديال المهم النواره ديال الليمون، كتجي غزاله مع الشباكيه. اذا ها هو اللون ديال الشباكيه ديالنا، رغم ان بعض المرات ملي كتجي فيها الاضاءه كتبان بانها صفراء، لكن هي واخده اللون ديالها الزوين. اذا غنستمروا هكا حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. كنديروا الشباكيه في الزيت ديالنا، كنخلوها تاخد الطياب ديالها اللون ديالها الزوين. كنديروها في العسل وكندردروا عليها شويه الزنجلان، وهكذا حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. اذا هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. بالنسبه لي يلاه كيزورني في القناه ديالي، نتمنى انه تعجبو، والا عجبتكم او عجبكم المحتوى ديال القناه ديالي نتمنى ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله، وما تنسونيش بلايك وتعليق. وكنتمنى من ربي يدخل علينا هذا الشهر حنا وياكم وجميع المسلمين بالصحه والهنا والمغفره الذنوب، ويرفع علينا هذا الوباء ويحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين يا ربي، امين. كيف قلت لكم هنايا الا كتلاحظوا ملي كنخلو العافيه مهيله كدير واحد الكشكوشه كتبان انها كطيب بالمهل. اذا هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم، الشباكيه ديال اليوم الا كتلاحظوا راه غير اللي كيجي فيها الفلاش هي اللي كيعطيها هذاك اللون الابيض، انما هذا هو اللون الحقيقي ديالها. اذا هذا هو الفيديو ديال اليوم، كيف كتلاحظوا الشباكيه كتجي غزاله كتفرتت كتدوب في الفم، تجي بحال لي بيسكوي. كنتمنى انكم تجربوها ان شاء الله يا ربي، وكنقول لكم عواشركم مبروكه، ونطلبوا من الله يرفع علينا هاد الوباء وينجينا وينجيكم وينجي جميع المسلمين، ويدخل علينا هاد الشهر الفضيل بالرحمه والمغفره وبالصحه، وكل واحد باش كيتمنى ان شاء الله يا ربي. وعواشركم مبروكه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.